المشاهدين، تبارك الله على اخوتي المغاربه الاحباب، تحيه لكم، تحيه لكل الاحباب اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا للمغاربه، شكرا لكم بزاف، شكرا لوقوفكم معنا، تحيه لكم، تحيه لخوتي الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن حتى هما، شكرا لكم خوتنا في السعوديه، في الامارات، في لبنان، في قطر، في البحرين، كل شعوب العالم العربي، شكرا لكم بزاف. اليوم كتجيكم واحد المفاجاه اخرى ان شاء الله، لان اختي نادية من هنا حتى فرنسا، شكرا لها بزاف، اللي هي قدمت واحد الهدية لأختها لبنت مريم. أنا جيت نقول لكم قولي لي طاطا مريم، قولي لي طاطا، تقولي لها طاطا نادية. شكرا لك أختي نادية، تحية لك بزاف، شكرا على الجميل ديالك، خير كثير علينا، الله يكبر بك ويخلف لك الله عز وجل ويضحك الله في الموازين ديالك ويجعلك الله بها السعادة إن شاء الله، أنت والوليدات نتاعك، ويفرحك الله بنيتك لينا ان شاء الله بكل ما كتمني فيها ان شاء الله، ويجمع الشمل العائله كامله يا رب العالمين. تقبل منا هذا الدعاء واجعله الله في الموازين ديالها ان شاء الله يا ربي، ويفيض عليها الله كل الخيرات يا ربي، ويجعل لها السعاده في الحياه نتاعها ان شاء الله. عطتني امانه وعطيتها لاله مريم، يعني ما صورتهاش ملي عطيتها لها، عطتني 1000 درهم وقالت لي لاله مريم باش تكسى. ملي سردت لي فلوس ديال الثلاجه قالت لي 1000 درهم هذيك راها لبنتي مريم، اعطيها لك باش تكسى بها. شكرا لك بزاف، والامانه راني وصلتها لها ومشات تقدات بها، وصلتك الامانه، عطيتك 1000 درهم ديالك. ماشي ديري غير زيزو وعاد توصلت المشاهد كيسمع. توصلت بها وان شاء الله غادي نوري لخوتي شنو شريت بها. بعد السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير اخوتي المشاهدين، تحيه لكم كبيره، شكرا لكم بزاف على التتبع اللي كتبعونا، شكرا لكم على التعليق زوينه، تحيه لمهمتي ناديه، كنشكرك بزاف من هذا المنبر. انا تتعجبني نقول مهمتي، تحيه لمهمتي ناديه، شكرا لكم من هذا المنبر، كنشكرك بزاف على هذه الفرحه اللي فرحتيني، الله يفرحك ان شاء الله، اختي لينا ان شاء الله تشوفيها في احسن المستقبل، وان شاء الله بشي حجه وبشي طوله العمر، شكرا لك بزاف على هذه الامانه اللي صرفتي لي. كيفما فرحتيني الله يجعل ربي يفرحك، ونخلي الكلمه للوالده ديالي. السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي درت الحفل ديالي كبقيتو مع الصحيحه كبقاو الوليدات، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحه جيده يا ربي. واليوم لاختي ناديه تحيه ليها من هذا المنبر، كيما فرحت لالا مريم الله يفرحها، وراه فرحتني ماشي غير بلالا مريم، فرحتني حتى بهذيك الهديه الكبيره، اللهم تعالى يجعلها لها في الميزان المقبول، يفرح الله بنيتها ويجمع شملهم هي وبنيتها في المقاربه خوتي، ودعيو معاها وزيدوا دعيو معاها لو كنتو كتبغيوني وكتحبوني. دعواتكم علينا بالنجاح. معاها يا ربي ويجعلها ان شاء الله فرحانه بنيتها. ويجعل ربي يفرحها بنيتها. ويجمع الشمل العائله كلها ان شاء الله. كاملين الحبيبه ويجعلها ربي الفرحه الدائمه عليكم وعليها خوتي. وشكرا لكم اخوتي على الكومنتات الزوينين، المشاهده ديالكم الزوينه اللي كتعيطوا لي وتفرحوا معايا ومسانديني وواقفين معايا، الله اللي يوقف معاكم والله اللي يجازيكم اخوتي. ودابا لاله مريم هنا راه فرحانه ومتقدها فرحه، والله يخلي كل واحد فرحان اخوتي. ودابا نتوريكم الكسيوه ديالها اللي كرات وتلبسها بصحتها وراحتها اخوتي. اول واحد نبدا به هو انت ليا ياك، حتى انا ما نساتنيش اخوتي، هي فرحتني وانا فرحتني بنيتي. شريت لها بودي القميص حيت هي قالت لك باغا مريم فوق ثوب ومن تحت شبكه، كان نمشي لهاد بودي بيض يمكن نمشي للحج ان شاء الله. يا ربي يا ربي، ها انتما خوت فيه واحد ديك تحيه، وقرب اخويا العربي شي مسلمه خوت قرب، ها انتما من هنا ثوب ومن هنا شبكه بحالو بحال البودي. انت انا عاد عروسه نمشي للحج دابا، مالك اموتي انت تستاهلي زعما العروسه اللي تلبس، انت واش في الصدر اللهم تعالى يلبسها من اللي بجينا. طيب الله يلبسك انا ديما بحالو يا باغاه، ولكن انا اليوم واش نتوما في الميزان المقبول الحبيبه، الله يخليكم ليا كاملين فرحيني بهذيك البصيمه ديالكم بالمشاهده ديالكم بالوقوف اللي واقفين معانا ومسانديننا، الله اللي يعاونكم الله اللي يوقف معاكم اخوتي. هادي اخوتي سبرديلا بصحتك وراحتك بزاف الصحيحه والهنا. يوقفي وريني انت خصك توقفي معايا. هادي كسوه كتجيب العقادي وهذا وبالحزيان ديالها، الديكورات خرج على بصحتك، الصحة والهنا. هاديك سوا
انا خوتي تعجبني الكساوي، راكم تشوفوا لي النهار اللي بديت ما كتلقاونيش لابسه السروال الجين. شحال هادي بعت منه صاوي لي وكيعجبوني الكساوي طوال. هانتوما ديك السروال طوال مريم سترا والله الا انا ارتحيت فيهم مستوري بحال الا كتمشي ما كتكون عليك ما كتكون غادي في الشارع هذا وهانيه ما تيهضر معك حد ما كي هادي حتى هي كسوا خوتي هانتوما يا تبرعات مع راسها الله يجعل الله يلبسك من لباس الجنة أختي نادية تمايا من تحت بالفرفارة يلبسك لباس الجنة لباس الحرير يا رب لهنا بلاستيك الله يفرحك بلينا يا رب سميطة ديالة سميطة ديالة خليتها في البيت هذا أخوتي بجمال الوالدة باردة الله يبرد عليها في الدنيا وفي الآخرة الله يجعل ربي يحفظك فضلك بنيتك امين صحة وراحة الصحة ربي يخليك السجنة ان شاء الله هذا خوتي كسوة شريتها ولكن جاتني كبيرة ما قيستهاش ولكن غادي نردها اصلا واسعة بزاف و... مزيانة الواسعة مين جات للدار جات مين... واسعة جاتني واسعة بزاف غادي نردها انت غاك مرة لا لا تبارك الله وماش وهذا صويك هانتوما كي تلبس هكا كي تلبس بهاد الطريقة هانتوما الديكور ديالو الداخل سيما غير الفلوس هادي غير ما كسوى لي لابسه ما تنساهاش هادي خوتي كيعطيها ديال الطعام بعد جيت دوشت وقلت لها ما حتى لبسها النهار كله هي تسبق ولا هاد الحوايج كي خرجت من العمل دابا خوتي راه مشى الحال عاد جات قالت لك نصوروا الفيديو ديال مي ناديه ونسردوا هاد الليله ونشاركوا مع خوتي المشاهدين قلت لها هاك نتمنى تقولوا لي واش عجبكم الذوق ديالي ولا خلي لي تعليق حتى ما عجبوكمش نردهم لا لا زوينين مستوري لاخوتي وستراتها يبغيها الله كسوه طايحه حتى الرجلين واليدين مستورين وزوينين اللباس ديالهم ما حسنش هذوك المزايرين تاعنا تعجبني الحاجه الواسعه وزوينين وهما خوتك المشاهدين يردوا عليك ويقول لك زوينين وان شاء الله غدا ننتظروا الفيديو راه تلبسوا قدامكم الا بغاو الا بغاو يلبسوا قدامهم يلبسوا ان شاء الله يا ربي في التعليق خلي لنا التعليق حتى لالا مريم كلهم كي جاتك الكسوه اللي راكي لابسه زوينه وكنشكر بزاف ميمتي نادية واخا نعيا نشكرها ما غاديش رد لها هادشي اللي دارت معايا كنتمنى ان شاء الله ربي اللي يردوا لها ان شاء الله بالفرحه لبنيتها وبشي مستقبل زوين يا ربي شكرا لك بزاف اميمتي نادية وشكرا للمتتبعين ديالنا كاملين ما كننساكمش كنشكركم بزاف ولو على البصيمه كنشكركم شكرا لكم بزاف الله يخليكم لينا وهذه هي الكسيوه اللي تكسيت نتمنى ان شاء الله تعجبكم كيف ما انا عجبتني وإلا ما عجبتكم شي حاجه قولوها لي في التعليقات الله يكبر بكم الله يكبر خبزتكم ويجعلكم الله البركه في الحياه ديالكم في وليداتكم في الازواج ديالكم في مالكم في كل ما رزقكم الله اللهم ارزقكم من حيث لا تحتسبوا يا رب العالمين شكرا لكم على هذا الخير اللي كتعطيونا وعلى هذه الوقفه اللي واقفين معنا خيركم ما غيتنساش وقفتكم ما غتنساش الجميل ديالكم دائما غيبقى بين عينينا الى يوم يبعثون ان شاء الله خيركم يعني لله الحمد ولله الشكر ما غننساوش الجميل ديالكم وما غننساوش الوقفه ديالكم اللي ها واقفينها معنا كنتمنى لكم الخير وكنتمنى ربي يوقف معاكم نتوما فين ما حطيتو ديكم نتوما وليدات شوف اخوتي تاعنا يمكن ندير لي هاد الساعتين ندير واش الصوم عمرني ما درت اخوتي تاعنا ندير شوفات مالي انا يا انا من عرس اخوتي ما درت الساك الابيض راني شتا الساك الابيض تفكرت ايام عرسي شوف الكراسي كانت دا عرس هاكو انا ساك واحد اش من سكي 30 عام ديال جوج غير قصر هذيك الزعم ما بقى لامود ديالو حيدتو عليا من تما خوتي من نهار العرس ديال حتى هو انور كيديري انور ودابا خوتي انا شديت انا ساك كبير ونمشي بقى نوريك تدري لهم لا وكان لسئلي في ماشي انا ماشي من السلابر اللي عندي هكاك انا خصني شي سويدك اللي ندير فيه تاينا التليفون وندير فيه اللي كتصب شري الغوارات ديالها حوايج ديالها شري لك والله تنشري لك هاد المرة تنشري لك ان شاء الله يشريك الخير والتيسي ما كتبوش عليكم ونفشر نقول انا عندي الساك ولا ديت السيكات دينا سويك بيض كي نقول لكم اخوتي لامود ديالهم داز ودابا هو هذاك هو اللي ديته من نهار اللي كان عليه تا هو كان عليه ديته ما حتى الصوره ديال دابا ولا شحال هادي
ايوا ديال دابا ما نقولو شي انت دابا تقدمتو مشيتو وهاديك الساعه خوتي ما كاين تبع. ايوا شكرا لكم الحداب والله يخلف عليكم جميعا كل المتبعين ديالي فين ما كنتم الحباب شكرا لكم بزاف والله يخلف عليكم وخيركم راه كي قال هذا ما عمرو غيتنسى يعني الحمد لله وصلنا لشي حوايج ما كناش كنوصلهم وصلناهم بالله عز وجل وبدعواتكم وبالوقف ديالكم معنا عز وجل شكرا لكم بزاف والله يخلف عليكم وشكرا لك اختي ناديه والله يجعلك في الموازين ديالك يا ربي ويجمع لك الشم ديالك انت والعائله وبنيتك ولكل الاحباب ديالك يا ربي ويفرحك بما نويتي ان شاء الله الله يسعدك في الحياه ديالك ان شاء الله يا ربي ويجعلك الله فين ما حطيتي يدك نجحي فين ما كنتي محطوطه ناديه تكوني مقبوله عند الله قولي جي السيمانات ان شاء الله يا ربي تكمل فرحتك بنيتك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي دعيو معاها بالنجاح مع لينا بغيتكم تدعيو مع لينا بالنجاح تجيب الدبلوم ان شاء الله من ديك الارض وتجيبها فرحانه ان شاء الله تفرح بنت ان شاء الله وليدات المدرسه كاملين يا ربي الله يفرح جميع الطلاب ان شاء الله شكرا يا ربي تنجحهم يا ربي السلام عليكم تحياتي لكم شكرا لكم بزاف